طبعا هكذا بعض الأحيان، هكذا بعض الأحيان أسافر وأتنقل في إندونيسيا عشان أجيب لكم فيديوهات حلوة، فأرجوكم أنكم تدعمونا باللايكات وتنشروا الفيديو في كل مكان. طبعا عشان شوفوني ها بدر ها مبيع الثاني حبايبنا الله يحفظكم. فزي كذا أنا بعض الأحيان أسافر وأروح المناطق القريبة من جاكرتا، سواء بوغور بونشاك، حتى بعض الأحيان إن شاء الله بطلع بالي باندونغ، عفوا مو بالي، بطلع باندونغ بالوضع هذا بالدباب ذا. فهكذا أنا أسافر عشانكم أيها الجمهور الجميل، فلا تنسونا بالدعم باللايكات ونشر الفيديو في كل مكان. يلا نكمل رحلتنا، نشغل الدباب ونمشي. نهدي السلام، إندونيسيا الحياة للأمام، شعب مبتسم متواضع، يرحب بالضيف رائع، بين القرى والمدن، حب وئام وحلم. طبعا هنا بداية دخول منطقة الشلالات السبعة، هناك تشتري التذاكر وتخش. طبعا بعد ما تخش تجي تغسل يدك هنا، تعرف انه اكيد لازم تكون لابس شو اسمه ذاك ماسكر. هذه الخريطة حقت الشلالات، شوفوا هذا الشلال، فين الشلال الاول، هذا الثاني، هذا الثالث، هذا الرابع، هذا الخامس، هذا الثالث، هذا السابع، تمام. الاول حقابلنا اول واحد هناك، هذه الأنشطة اللي هي الأنشطة الموجودة في هذا المكان. طبعا طبيعة في التخييم، وفي هنا أنشطة أخرى تصوير وما تصوير مع الفراشات، وهنا اللي هي الأنشطة في الطبيعة، وهذا هو الشلال اهو، شوفوا تشورك شلمبر بوغور ويست جافا إندونيسيا. طبعا هذا الحوض لما تيجي خارج توقف عنده عشان تستمتع باخر اللحظات في هذا المكان. وهنا طبعا من عند منطقة التذاكر الين فوق قرابة يمكن 700 الى 800 متر تقريبا. شوفوا طبعا اي مكان تروحه لا تنسى انك تشوف اللوحات الارشادية، هذه اللوحات الارشادية مهمة جدا. شوفوا هذا الجسر، شوفوا كيف المياه كيف صافية. طبعا بعد ما تشتري التذاكر وتجي من هنا تمشي، العاده هنا يشيكوا عليك مره اخرى بالتذاكر، شايفين؟ بس خلاص لان اليوم ما في زحمه فما فيش. ودحين سووا حبل، العاده الخط ده مفتوح كان، دحين سووا حدود زي كذا شوفوا بالخشب والحبل، بحيث انه هذا الطلوع وهذا النزول، بسبب انه صارت مشاكل في ناس بتطلع في ناس بتنزل، ولكن سووا زحمه في الطريق ويتصوروا. شوفوا كيف المويه يا شيخ صافية. يلا الافضل انك تجي وعندك لياقة بدنية قوية، لانه المشوار منه طلوعا نوعا ما متعب، فالناس اللي ما عندهم لياقة صعب انهم يكملوا المشوار لاعلى، الا اذا بيطلعوا على مهلهم شيء ثاني. طبعا نحن الان في داخل الطبيعة، شايفين؟ واو جايبين سلحفة. في أشياء تغيرت طبعا من كل سنة، وعن سنة بيغيروا حاجات ويضيفوا أشياء جديدة، فالمشوار لسه طويل جدا، المشوار لسه طويل. يلا ها يبروا على فوق. تجي عند هذا الجسر، شوفوا النهر كيف تحتنا، شوفوا شايفين النهر تحتنا. توصل عند هذا الجسر حيجيكم مفرق طريق، يسار طلوع واليمين هذا نزول، وهنا اول محطة للناس اللي تبى تريح وتبى تشتري
أشياء من الكشكات الموجودة هذه. ممكن تأكل اندومي أو أكلات اندونيسية، طبعا في عصيرات وبباسي وخلافه. بس احنا بنطلع فوق قبل لا تمطر، يا رب ما تمطر، لأنه لو مطرت ما حنقدر نصور براحتنا. شوفوا عملوا بيت فوق من الخشب، شوفوا هنا، هنا الشلال الخامس من هنا شايفين، وفي منطقة تخييم هنا الشلال السابع من هنا، وفي أيضا منطقة تخييم هناك، قاع هنا حقت الفراشات. طبعا عند الشجرة الكبيرة هذه تحصل بيت الفراشات، هذا بيت الفراشات. واو، هذا العالم نازلين من فوق شكلهم بعد ما تروشوا لين قالوا كان. طبعا للناس اللي تحب الطبيعة لو يجوا يتمشوا على مهلهم ويشوفوا الطبيعة زي كذا حيستمتعوا، مع الوقت يقدروا يوصلوا لين فوق. هنا المفروض تكون في حديقة للأرانب، هنا مسمونها روما هوبيت أو الأقزام، منطقة الأقزام. شوف بيوت صغيرة مسوينها، هذه عادة للأطفال، الأطفال اللي يجوا هنا بيستمتعوا بوقتهم، يجوا يستمتعوا في الحديقة الصغيرة اللي هي زي ما يقولوا قرية الأقزام. ونكمل طلوعنا على فوق. ترى بالفعل يعني المشوار هو متعب نوعا ما، لكن انتوا تستاهلوا ان الواحد يتعب عشانكم. وشوفوا كيف انا شايل هذا كله عشانكم ايها الجمهور الرائع. فلا تنسوا انكم تدعمونا باللايكات وتنشروا الفيديو في كل مكان. فيلا نكمل مشوارنا. قابلك الشلال السابع، هذا الشلال السابع شوفوا اعلام الدول، والمطره بدات تشد شويه علينا، نبي ندور لنا جلسه، نبي نطلع فوق نجلس هنا. والله المطره تشد، يلا 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 المطره تشد يا ولد يا وجهان. طبعا انا وقفت تصوير في الطريق وجيت هنا استريح، جيت هنا استريح في ذي المنطقه، شايفين ذي المنطقه، جيت اريح هنا في ذا المكان عشان المطرة، لكن الوقت ضيق والساعة الحين تقريبا 2:30 إلى 3 العصر. إذا ما نزلت أصور ما راح أحصل حلقة وما راح أوريكم الأشياء الحلوة. وأنت أعرفكم تحبوا الأمطار، لكن عشانكم أيها الجمهور حنزل أصور تحت المطر وأتبلل كله عشانكم. لكن لا تنسوا أنكم تدعمونا وتوصلوا هذا الفيديو إلى 1000 لايك، شوفوا 1000 لايك، فخلينا ننزل يلا. شوفوا بسم الله. فبدايتها من تحت المطر كذا حنتروش وحننزل تحت المويه كمان. هناك الشلال كل ماله بيزيد ويصير قوي، لكن انا حصور عشانكم. فيلا نروح هناك. طبعا انا الان لحالي في هذا المكان، شوفوا ما في احد معايا شايفين، لحالي في هذا المكان الرائع والجميل. وشوفوا كيف اتروشت، شايفين كيف البلد، لانه الدنيا ممطره، الدنيا مطره هنا. هذا هو الشلال الجميل والرائع، شوفوا مع المطر شيء خرافي المكان. مع المطر لازم اذا بتجي هنا جيب معاك خيار، معاك شايفين، جيبوا خياراتكم معاكم، بعدين حتى لو تبللتوا عندكم خيارات. شوف العالم بدأت تمشي اهو. طبعا الدنيا كانت ممطرة ودحين الأمطار وقفت شوية، ولكن الشلال زاد قوة. وشوفوا كل ما نقرب منه الهواء قوي من هنا، دفع الهواء قوي جدا.
طبعاً هذا المكان جداً جميل، وهذا الشلال السابع. أنا تبللت والجو جداً بارد، الحمد لله أني جايب معايا غيار، لكن حريح شوية عشان لا يصفقني الهواء على قوله. طبعاً هنا في محل غيارات للملابس، والله يكرمكم، برضو حمامات. شوفوا هذا المكان الجميل والرائع اللي حبشي منه، شوفوا هاي. هذا هو الشلال خلفي، سهله بدايته. طبعا المطر قبل شويه وقفت، لكن انا تبللت في المطره ونزلت في المطره عشانكم، لكن لا باس. وهذا هو الشلال من بعيد يظهر لنا، هذا هو الشلال السابع تقريبا في منطقه الشلالات السبعه. هناك 5 و4 الظاهر، و3 و2 فوق، ومره فوق هناك و6 اعتقد. فهذه هي الشلالات، منطقه الشلالات السبعه، وفي لوحات كثيره ارشاديه لما انت بتروح اي مكان. شوفوا هنا في لوحات ارشاديه يقول لك انتبه للطلوع فوق. طبعا انا حطيت عفشي هنا، حطيت امانات عند اهل الناس اللي هنا، هذا عفشي، حطيت امانات. وهنا على طول في فلل للايجار، فاللي بيستكن في وسط الطبيعه شوفوا فله من الخشب، فلل من الخشب للايجار، شايفين؟ هذه الفلل للايجار، اللي بيجي يستاجر ويعيش في وسط الطبيعه. يمكن سامعين اصوات الحيوانات اللي موجوده في الغابه هذه، اصوات كثيره. فاللي بيعيش في وسط الطبيعه ممكن يجي هنا ويعيش حياته. الدنيا لسه ترى ايش تهتل، يعني في امطار خفيفه، ومن هنا ممكن نطلع على الشلال رقم 3 فوق. بدات تمطر ثاني مره، والله بدات تمطر مره اخرى. شوفوا بدات تمطر مره اخرى، والعالم بدأت تشرد. شوفوا العالم بدأت تشرد لأنه تمطر. إحنا جايين في موسم الأمطار، والدنيا قاعد تمطر. خلينا نروح نقعد محلنا يلا. وأنا جالس هنا عشان الأمطار، وجاء صاحبنا هذا يوقف هنا جاب عشان المطر. دري مانا دي؟ جاكرتا. نمانيا سيابا؟ إكسل. يا. جاكرتا دي مانا؟ جاكرتا تيمور. هو جاكرتا تيمور. يا. دي مانا بندق بامبو. بندق رانغون. طبعا هو من جاكرتا الشرقيه في بندق رانغون، وجاي هنا مع انه اليوم اثنين، لكن هو جاء مع عمه، خلص الدراسه اونلاين وجاء على طول هنا. فنفس الوضع انا، ما شاء الله سامعين الرعد، فنفس الوضع جالسين نستمتع في هذه الاجواء الممطره في هذا المكان الجميل والرائع في منطقة الشلالات السبعة. طبعا بروتوكولات النظافة وتغسيل اليد موجودة حتى في الطبيعة، شايفين جايبين صابون وموية، وهنا تغسل يدك عشان تستمتع بهذه المناظر الجميلة والرائعة من الشلال الرائع هذا. طبعا الحمد لله المطرة وقفت. هنا الشلال الخامس، شوفوا هذا الطريق، هنا بتوصل الشلال السابع، من هنا في طريق للشلال الخامس. لكن إذا الدنيا مطرة أنا ما أنصح، إذا الدنيا مطرة ما أنصح أنك تطلع، لأنه الطريق مو مرة كويس،
ففي مناطق تكون مناطق طينية وتتزحلت فيها. من هنا الشلال الخامس، هنا في شلال، شوفوا هنا في شلال قريب من هنا بس صغير، ما ادري هل هو محسوب شلال علينا ولا لا، شايفينه ام هو شلال اصطناعي انا ماني عارف. خلف هذا الكشك، شوفوا هذا الكشك الخشبي، هنا في الخلف في شلال صغير جدا لتستمتع انك تستمتع، شوفوا شلال صغير جدا حيث انك تقدر تستمتع باللقطات الجميلة والرائعة هذا في ذا الشلال الصغير في خلف هذا الكشك. طبعا هناك الشلال السابع تاخذ على يدك اليمين شوية وتحصل هذا الشلال الصغير. الشلال فوق هناك، لكن قبل الشلال يوجد مصلى، شوفوا مصلى وتواليت، حافظ على النظافة، شوفوا هذا هو المصلى، شايفين؟ يعني قبل تطلع اللي بيصلي اللي يبغى على قولهم برضه يريح ويتخبى من المطر برضه ممكن يجي في ذا المكان ويجي يصلي في هذا المصلى الرائع. شوفوا كيف المكان جميل ورائع. هناك طبعا محل الوضوء والحمامات تحت هناك، شوفوا خروج اكزيت من هنا، الخروج من هنا الخروج. كانت هذه نهاية حلقتنا اليوم، إذا عجبكم الفيديو انشروه في كل مكان ودعمونا باللايكات واعطونا رأيكم في الكومنت، ولا تنسوا تشوفوا الحلقات السابقة. سامباي جومبا لاقي إندونيسيا الحياة للأمام.